اهلا بيكم، معاكم محمد خالد في قناه دواك موجود. هنتكلم النهارده عن حقن الساكسندا والفيكتوزا. الماده الفعاله بتاعتهم في البدايه حاجه اسمها ليراجلوتايد. ايه هو الليراجلوتايد ده؟ الليراجلوتايد ده هو عباره عن ماده فعاله اسمها جي ال بي 1 ريسبتور اجونست. ده بيكون دواء عباره عن محفز لريسبتور او مستقبل في المخ اسمه جي ال بي 1. مش مهم نعرف ايه مسمى المختصر بتاع جي ال بي 1 ده، ولكن مهم نعرف الليراجلوتايد او الساكسندا او الفيكتوزا بيستخدموا ازاي او بيشتغلوا ازاي. الريسبتور اللي هم بيحفزوه ده ريسبتور بيشتغل على الاحساس بالشبع وعلى الكالوري انتيك وعلى انك تاكل اكل كتير او تاكل اكل قليل وعلى السعرات الحراريه اللي داخله جسمك. فبالتالي الدواء ده لما بيحفز الريسبتور ده بالتالي بيعمل ايه؟ بيزود الاحساس بالشبع، وبالتالي طبعا بتخسر وزن. طب هل بس بيزود الاحساس بالشبع؟ الاجابه هي لا. الليراجلوتايد او الساكسندا او الفيكتوزا او الدواء اللي احنا هنتكلم عليه النهارده ده بيشتغل بكذا ميكانيزم، منهم ان هو بيزود الاحساس بالشبع. طب بيعمل ايه كمان؟ بيعمل ان هو بيقلل من حركة الاكل جوه المعدة وجوه الامعاء، فبالتالي بيزود من الشبع. يعني انت تخيل الاكل بدل ما هيقعد في المعدة مثلا نص ساعة ويتهضم، لا ده بيقعده مثلا ساعتين بحيث انك تفضل حاسس انك شبعان ولسه في اكل في معدتك. طب هل بس بيشتغل بالطريقة دي؟ الاجابة هي لا. ده كمان بيزود من سكريشن او من افراز الانسولين، الهرمون اللي بيقلل من السكر في الدم اللي طبعا كلنا عارفينه. طب هل بس بيعمل كده؟ الاجابه برضو هي لا. ده بيقلل من هرمون الجلوكاجون اللي هو بيزود السكر في الدم اللي هو بيعاكس الانسولين. فبالتالي الليراجلوتايد ده هو دواء ليه كذا ميكانيزم بيشتغل بكذا ميكانيزم، وبالتالي طبعا الدواء ده لازم الدكتور هو اللي يكتبه ويوصفه، وطبعا ما ينفعش انت تاخده منك كده من نفسك. ليه؟ لان هو طبعا بيقلل الانسولين بيزود الانسولين وبيقلل السكر في الدم، وبالتالي انت طبعا لو بتتعالج من السكر وبتاخد ادوية سكر فبالتالي هيقلل السكر مع دواء السكر، فبالتالي كده السكر ممكن يقل جامد وبالتالي ممكن يحصل مشاكل طبعا. فبالتالي طبعا الدواء ده لازم الدكتور هو اللي يكتبه. طيب بيتاخد ازاي بقى الساكسندا او الفيكتوزا او الدواء اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ده؟ بيتاخد بحاجه اسمها اسكاليشن ثيرابي. يعني ايه اسكاليشن؟ اسكاليشن يعني انت بتزود جرعه الدواء تدريجيا علشان ما يبتديش يعمل مشاكل عندك. طب ايه هي المشاكل اللي ممكن يعملها؟ اكتر حاجه ممكن يعملها او اكتر عرض جانبي ممكن يعمله هو الاحساس بانك تكون عايز ترجع، اللي هو الغثيان، انك تكون عايز ترجع. طيب بنحل الموضوع ده بان احنا زي ما قلنا بنزود الجرعة تدريجيا. طب بنزود الجرعة ازاي؟ بنزودها من خلال ان احنا بندي 6 من 10 ميلي جرام كجرعة مبدئية كل يوم في اول اسبوع، وبنزيد بعد كده كل اسبوع 6 من 10 ميلي جرام كل يوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت هتبتدي في اول اسبوع 6 من 10 ميلي جرام كل يوم. طبعا الحقن دي بتتاخد تحت الجلد، فانت هتاخد طبعا تظبط المؤشر بتاعها على 6 من 10، تمام؟ فتاخد كل يوم 6 من 10 ميلي جرام، ده اول اسبوع. تاني اسبوع هتاخد 1.2 من 10، كده انت زودت ايه؟ 6 من 10. ده في تاني اسبوع كل يوم برضو هتاخد 1.2 من 10. طب في تالت اسبوع هتاخد 1.8 من 10 كل يوم لحد ما تاخد تالت اسبوع. طيب في رابع اسبوع هتاخد 2.4 من 10، كده انت زودت ايه؟ 6 من 10 جديدة. طب في خامس اسبوع هتاخد 3 ميلي جرام كاملين كل يوم، ده في خامس اسبوع، وهتفضل مكمل على التلاتة ميلي جرام دول، هتفضل مكمل عليهم لمدة 16 اسبوع على الاقل، تمام. طيب احنا بعد ما وصلنا للتلاتة ميلي جرام وفضلنا مكملين عليها كل يوم لمدة 16 اسبوع، 16 اسبوع يعني حوالي 4 شهور او 5 شهور، فضلنا مكملين على الساكسندا المدة دي كلها ومنزلناش على الاقل 4% من وزن جسمنا. يعني انت مثلا لو شخص عندك 100 كيلو، وزنك 100 كيلو جرام ومنزلتش على الاقل 4 كيلو من وزن جسمك، ساعتها انت لازم توقف الساكسندا دي فورا، لان هي ساعتها ملهاش اي لازمة وجسمك مش مستجيب ليها. طيب ايه المدة اللي انا ممكن افضل مكمل على الساكسندا دي؟ بتختلف طبعا بناء على وزن جسمك المبدئي، وانت عايز تخس من وزن جسمك قد ايه، او انت طبعا عايزة تخسي من وزن جسمك قد ايه. طبعا ممكن العلاج بيها يوصل لسنة وممكن اكتر كمان، وممكن بس تكتفي ب5 شهور، ممكن تكتفي ب9 شهور، طبعا ده على حسب انت وزن جسمك كام وعايز تقل قد ايه من وزن جسمك، وطبعا لازم الطبيب هو اللي يوصفها بناء على حالتك وبناء على الادوية اللي انت
بتاخدها وبناء على كل الكلام ده. طب هل السكسندا لوحدها هتكون كافيه علشان تقل في الوزن؟ الاجابه هي لا، زي ما اتفقنا قبل كده كتير انك لازم علشان تقل في الوزن لازم تقلل من سعراتك الحراريه اللي داخله، ولازم كمان تلعب رياضه بحيث تزود من حرقك. فبالتالي لازم مع السكسندا او مع اي دواء تخسيس هتاخده تلعب رياضه وتقلل من سعراتك الحراريه. طيب تمام، احنا قلنا ان من اشهر الاعراض الجانبية للسكسندا هي الاحساس بالغثيان. طب تحل ازاي الموضوع ده؟ تحله بكل بساطة انك مثلا ما تزودش في الاكل الدهني كتير، ما تاكلش وتنام مرة واحدة، لازم برضو تزود من الاكل اللي فيه مية، تشرب شوربة، تشرب سوائل كتير طول اليوم. من خلال الحاجات دي باذن الله هيكون عندك احساس اقل بالغثيان. طب هل ده بس العرض الجانبي الوحيد؟ الاجابة طبعا هي لا، طبعا في ليها اثار جانبية كتير زيها زي اي دواء، وزي ما عرفنا وزي ما بأكد دايما ان لازم اي دواء الدكتور هو اللي يكتبه. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون مفيد، ولو عجبك طبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، وافتكر دايما ان دواك موجود. باي باي.